كيف استقبل الشارع الجزائري رسالة بوتفليقة التي من الممكن أن تكون الأخيرة، رسالة الوداع؟ هذه ربما رسالة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يودع فيها الأمة بعد 20 سنة قضاها على رأس الحكم في الجزائر. رسالة تحمل الكثير من العواطف الجياشة أيضا، ويعني طلب المعذرة والصفح من الشعب الجزائري على كل تقصير. إذن الشعب الجزائري بصفته أيضا عاطفيا، ورغم أنه ربما كان يعني قد طالب برحيله، ولكن يعني أعتقد أنها ستجد صدى لدى الشعب الجزائري، ولو أن شريحة يعني كبيرة منهم تطالب بالمحاسبة. نعم، هي الحقيقة، هم يقولون بأن رئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يعني أوصل هذه أو أوصل نفسه باختياراته ربما الخاطئة في محيطه، خاصة المحيط الذي كان يعني حوله، نتكلم حول شقيقه ومستشاريه وكل تلك الخيارات التي ربما كانت خاطئة. نلتمس أيضا لو نقرأ سيميولوجيا هذه الرسالة، وكأنه يخاطب الجزائريين ويدغدغ مشاعرهم قصد يعني طلب العفو عند المقدرة أيضا، وهي يعني امتداد للصورة التي كانت أمس، سيما لو رأينا أن عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المستقيل جاء إلى المجلس الدستوري يرتدي عباءة أو ما يعرف بالعامية باللهجة الجزائرية القندورة، يعني في وسط الليل. تلك الصورة التي ربما أثرت كثيرا على الجزائريين، يعني من ناحية أنهم ربما تعاطفوا من الشكل، لكن لا نتكلم حول المضمون، لأنني لا أستطيع أن نتكلم باسم كل الجزائريين، ولا أعرف كيف يفكرون في هذه الطريقة، ولكن أؤكد أن هنالك نوع من التعاطف، لكن أيضا هذا لا يسمح ولا يمنع أيضا من المطالبة بالمحاسبة.